Good day my friends. How are you today? جاهزين تنبلش حلقتنا؟ اليوم بدنا نتعلم دروس جديدة، بس قبل ركزوا معي. عندي سؤال كتير مهم. Do you know how many teeth you have? كم سن أنا عندي؟ هل الكبار عندهم نفس عدد الأسنان مثل الصغار؟ No. تعرفوا إنه الصغار بيكون عندهم 20 سن بس؟ وبيوقعوا نحن وعم نكبر، بعدين بيصير عنا 32 سن 32. ليش؟ لأنه بكون عم نكبر ونتغير. خليكم معنا، في إشياء بعد أكتر حلوة بدنا نتعلمها اليوم. نسمع لأغنية حلوة مع بعض وأنا برجع لكم. Shine, everybody can shine like an astronaut in outer space, or a pilot traveling to a far off place. Come on, let's shine, everybody can shine like a basketball superstar, or the fastest driver of a race car. Come on, let's shine, everybody can shine like a story writer that has a lot to say. Be yourself and shine, because you are special in your own way. وهلا أصدقائي إجا الوقت لحتى نقرأ مع بعض. Are you ready? I am ready. خلينا نبلش. عنا نص صغير بدنا نقرأ سوا، بس بالأول تعالوا نشوف شو عنوان النص. The title of the text. The title is here. عنا إيه؟ Ted's first day at school. خلينا نتهجي سوا. T و E. تتذكروا كيف بنلفظ الإي؟ لما تكون بكلمة مثل egg بلفظها أ. ت أ ت د تدز تدز. First first. D A day day. At at school. بالحلقات الماضية تهجينا school، لما يكون عنا double O كيف منلفظون؟ أوه double O. فإذن هون ال H ما لفظتها، it's silent H، نعتبرها كأنه مش موجودة. Ask school. فإذن Ted's first day day at school. ال A ب day لفظتها A، ب at لفظتها A، لفظة القصيرة A at. خلينا نبلش مثل ما عملنا بالحلقة الماضية. رح أعمل أنا خط تحت الكلمات الكبيرة، منجرب نتهجاهم مع بعض، ومن بعدها منتهجى كل النص سوا. أوكي؟ خلينا نبلش. هاي أول كلمة. Okay. كم كلمة عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. هودي أكبر كلمات، إذا عرفنا نتهجاهم بصير النص كتير هين، منكمله مع بعض. أوكي؟ خلينا نبلش بأول كلمة عندي. ت و أو إذا أخذتها أنا لحالة، أنا لما أقول I go to school. I go to. T O to. مثل to to school. عندي to. قسمناها للكلمة، منكمل القسم الثاني. The letter D بلفظه D. A day. The letter Y بلفظه Y.
day. فإذا شو صارت الكلمة؟ today. today يعني اليوم. today. تاني كلمة تتذكروا أخذنا من قبل لما كنا عم نعد نقول الأول الثاني الثالث شو بقول؟ first second third fourth fifth إلى آخره. هون عندي أنا الأول، تتذكروا شو معناتها بالإنجليش؟ first. وهيدي هي الكلمة لما نشوفها دغري لازم نعرفها، first الأول. first first. منكمل الكلمة اللي بعدها. الكلمة اللي بعدها بتعني مدرسة. مدرسة مثل ما تهجيناها فوق، عند ال H هون ما بلفظها كأنه مش موجودة، عندي دبل O. شو بلفظون؟ دبل O كأنه عندي عيون. دبل O إلا O. O يعني سك سك. O سكول سك. O ل سكول مدرسة. فإذا to day first school school مدرسة. اللي بعدها عندي the letter W، بتبلش بال letter W. كيف بلفظها؟ و و excellent. و او walk walk. تتذكر the letter kicking K؟ شو كان اسمها؟ كيكين كي، يلي كأنه عم تلبط بإجرة، هيك كأنه عم تلبط بإجرة. إلا the kicking K the letter K walk. وبالآخر عندي silent E كأنه مش موجودة. فإذا walk walk. شو يعني walk up؟ I walk up in the morning يعني بستيقظ. I walk up. فإذا walk عندي هون up صغيرة the letter U لفظتها A up walk up يعني استيقظت. إذا عم قول أنا بالزمن الحاضر بقول I wake up، بالزمن الماضي I walk up. منكمل عندي هون the letter E، هالمرة رح ألفظه the short sound، لفظة القصيرة. شو بقول؟ إي أو أ؟ أ أ. الأي من بعدها لأنه في إي قبلها ما رح ألفظها، بعتبرها مش موجودة، كأنه مش موجودة. أر أر ل أرلي. الواي كمان هون ما لفظتها إي. أرلي early. I woke up early يعني أنا استيقظت باكرا. منكمل م أو more more. م أو ر more. ني نج نينج morning. منقولها مع بعض بعد مرة morning مش مورنينج، لأنه في كمان من ورا الإي ن بتصير مورنينج، كأنه عم بلفظ مرتين الن، مش مورنينج مورنينج. منكمل عندي هون كلمة شوي كبيرة بس إذا قصمناها أكيد فينا نقراها. خلينا نجرب the letter E the short sound أ. the letter X كس بلفظها كس اكس. وعندي سي واي ساي اكساي اكسايت اكسايت. واي ودي بالاخر اكسايتد اكسايتد. فاذا هون الاي ودي بيدلوا على الزمن الماضي، اخذناهم كمان قبل ورح نرجع ناخذهم بهيدا الموسم. قصمت للكلمة فإذا اك اكس سايتد
excited excited. جربت قسمها لعدد أقل لحتى أقدر أتهجيها، وبالآخر طلعت عنا excited. منكمل عندي هون، رح خليكم تحزروا شو هي الكلمة. جاهزين؟ لما أقول أنا stop وقف، شو ضدها؟ لما أكون أنا بسباق وبدي بلش شو بقول؟ start excellent. بينما إذا بدي أقول وقف قول stop، بينما عكسها بقول start. هيدي start يعني يبتدي أو يبلش. start start start. منكمل كمان، عندي هون الفطور. مين بيتذكر؟ breakfast. بس خلينا نتهجيها. بالأول رح أقسمها لقسمين، هيدا أول قسم وهيدا تاني قسم. منبلش عندي بر 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 برا، the letter E لفظتها A برا، من بعد الأي بلفظها، في قبلها إي ما رح ألفظها هون كأنه مش موجودة. فإذا break the kicking K، break first break first. لو كانت هيدي الكلمة لحالة كنت تهجيتها fast fast. تتذكروا لما أقول أنا fast شو يعني؟ سريع. بس لأنه مع كلمة تانية لزقت ببعضها أعطيت غير معنى، صارت break first break fist فطور. اللي بعدها عندي بر the letter U، إذا بدي ألفظها the short sound، مثل umbrella شمسية لا أ أ برا بر أ برا. وعندي هون SH شو بلفظها؟ SH إذن brushed 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 يعني مشط. I brush my hair أو I brush my teeth يعني بفرش سناني. هي brushed. هون عندي T E double E اثنين E بلفظها وبطول E. عملوا معي E T E T. تتذكروا TH شو بلفظها؟ ث ث تيف تيف. الأسنان كم سن أنا عندي؟ قديش عدد أسناني بتمي؟ 32. الأصغر قدي عندهم أسنان بتمون لما يكون الولد صغير؟ مش 32، بيكون عنده 20 مثل ما قلنا بأول الحلقة. فإذن تيث تيث. مننتقل عندي ش اس اتش يعني ش. برجع عندي او دبليو او دبليو. اسمعوا كيف رح اقولها للكلمه. شاور شاور شاور. لفظتها هيك للاو لانه في وراها هون دبليو بهيدي الكلمه بلفظها اور شاور. هيدي و ار شاور شاور. منكمل عندي تياب كل كلوفز كلوفز. هيدي ذ كلوفز. عندي هون فاينلي فاينلي فاينلي. هون عندي رح اقسمها كلمتين، الكلمة رح أقسمها قسمين. أول شيء عندي school، هون عندي ب a bag bag school bag. هون عندي كمان رح أقسمها لساعدكم o u بلفظها او o u او out out. هون عندي s i side silent e كأنه مش موجودة outside. وآخر كلمة عندي و دبليو اي ويت
wait. كأنه هون الآي كمان مش موجودة لأنه في قبلها A لفظت A wait يعني ينتظر. فإذن رح نقول الكلمات هلأ مع بعض على السريع، بالحلقة المقبلة هالشي رح يساعدنا تنقرأ كل النص. جاهزين؟ today first الأول school school walk early morning excited start breakfast brushed teeth shower shower clothes finally school bag outside wait يعني انتظروا لأنه هلأ بدنا نحضر النص مع بعض. We will watch a video وأنا برجع لكم. Today was Ted's first day at school. He woke up early in the morning and was very excited to start his day. First, he had his breakfast. Then he brushed his teeth and took a shower. Next, he put on his clothes. Finally, he took his school bag and went outside to wait for the bus. At school, Ted was very happy to see his friends. He quickly joined them in the playground. Mark was on the swing. Rami was having fun on the slide. And Samir and Rania were on the seesaw. When the bell rang, Ted and his friends got together around a sign that said grade 2. Miss Selma was also there, and she helped them stand in line. Soon, all grade 2 students were in the line, and Miss Selma took them to their classroom. Ted was so happy when he entered his classroom. وهلا أصدقائي بدنا نتعلم مع بعض بعض الكلمات الجديدة، بس رح نتعلمهم من خلال تمرين على اللوح. طلعوا شو السؤال. Match the words with their meaning. Match the words with their meaning. يعني بدنا نوصل الكلمات بمعناتهم الصحيح. خلينا نقرأ الكلمات. Both, both. Enter, enter. Enter يعني لما أقول لحدا ادخل. Enter. هون عندي كلمة أخذناها قبل
وتهجيناها مع بعض. excited excited يعني متحمس أو مبسوط كتير لأنه ناطر شي حلو. منكمل عندي هون very happy يعني كتير مبسوط. the two come in come in. خلينا نبلش. عندي both شو قلنا معناتها؟ الاثنين. very happy no the two yes the two both يعني the two. فإذا هيدا معناتها. منكمل على التاني. عندي enter enter very happy معناتها enter come in yes come in. آخر شي عندي excited excited very happy. فإذا both the two enter come in excited very happy. الفصول من وراي both. عملوا معي الحركات حتى تحفظوا المعنى. both the two enter come in enter come in excited excited يعني very happy. هودي الكلمات الجديدة اللي تعلمناهم. بس أنا عندي بعد كلمات تانية شو رأيكم نمرق عليهم بسرعة لحتى نرجع نتذكرهم، وإذا في شي منهم مش حافظينه من قبل نتعلمون هلأ. عندي أول كلمة مرقة معنا من قبل، مين قدر يتهجيها؟ excited excited. كمان مرقة معنا هلأ من شوي both الاثنين. هيدي كلمة جديدة. لما أنا بدي رحب بحدا شو بقول له؟ welcome 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 يعني بس بدي أقول له أهلا وسهلا. welcome to مدرستي. sign sign يعني علامة أو إشارة. وين منلعب نحنا؟ in the playground بالملعب. play ground لفظت هون ال O وال U أو أوند ground playground. طلعوا أصدقائي على شو بكتب أنا لما نعمل التمارين على اللوح لوح الطبشور. شو بقول له؟ chalkboard. شو يعني come in come in enter excellent. وبالآخر آخر كلمة عندي إياها season season. شو يعني season؟ ما رأيت معنا من قبل يعني فصل فصل من الفصول. كم فصل عندي أنا؟ four seasons. عندي fall winter spring and summer. أصدقائي إن شاء الله تكونوا تعلمتوا إشياء كتير حلوة اليوم. أنا هلأ بدي أودعكم، شوفكم بالحلقة المقبلة. باي. playground swing slide season sign concern I
will work hard in my school. I can be like Superman, I can jump like Spider-Man, but I will learn, 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 learn. I will learn, I will learn, I will learn, I will learn. And that will be my only concern. I will work hard in my school. I can be like Superman, I can jump like Spider-Man, but I will learn, 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 learn. Am that so cool?